السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ورجعنا لكم تاني في فيديو جديد وحلقه جديده من لعبه محاكي مطور الالعاب. وقبل ما نبدا فيديو النهارده، ما تنساش ان تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الجديده. ولو كان الفيديو ده عجبكم، ما تنسوش نعملنا بلايك كومنت وشير كتير الفيديو عشان نوصل لاكبر عدد من الناس. وخلينا نبدا حلقه جديده، ليتس جو. زي ما انتوا شايفين قدامكم كده، بدأنا كل حاجة من الأول. ده بسبب ان احنا اصلا يعني دخلنا دخل غلط في اللعبة خالص. اللعبة فيها حاجات كتير اساسيات لازم تمشي عليها، وإلا طبعا هتطلع ألعابك كلها تقييمات ضعيفة. دي اول حاجة. تاني حاجة، انا اتفرجت على فيديو اوسمز في المرتين. اوسمز بدأ ب 500,000 دولار. انا معرفش ليه انا بدأ بارقام كبيرة، 3 مليون. انا حرفيا ما عملتش اي حاجة، يعني انا بدأت اللعبة 4 مرات خلف الكواليس، يعني ما صورتش، بدأت من اول وجديد 4 مرات. عشان الرقم ده يختلف برضو بيجيلي 3 مليون او 4 مليون على حسب، يعني مش كل مرة ثابتة، بس كل مرة فوق المليون. مش فاهم ايه القصة، فمعرفش انا عامل حاجة غلط او اي حاجة، بس اتس اوكي. يعني فلوس حلوة معانا تخلينا نبدأ شركة محترمة في الاول. ممكن يكون دي ضربة حظ مني، معرفش. المهم يعني ده مش موضوعنا. الموضوع الاساسي اللي احنا جايين نتكلم فيه، اولا الخط اللي فوق ده، البار اللي فوق ده، لازم ناخد بالنا منه لسبب. السبب هو ان احنا دلوقتي المفروض نعمل العاب او نطور العاب تكون ترند في الوقت اللي احنا فيه ده. زي دلوقتي بيقول لك العاب السباقات هي ترند، هي اللي ماسكه الترند، فانت لازم تطور العاب في الموضوع ده، ما تطورش بمزاجك. طيب، العاب البازل جيم دي هي اسوأ العاب ممكن تعملها، فابعد عنها نهائيا، ما تفكرش فيها اصلا. طيب، دي حاجة. الحاجة التانية ان احنا اصلا خلينا الاول كده نعمل الاساسيات اللي احنا عملناها في الاول، في اول حلقة طبعا. اوكي، احنا عايزين نعمل الاوضة دي هنا للأسف عشان تبقى كبيرة. اللي هتعرفوا ليه هتبقى كبيرة، يعني ليه احنا المفروض ان احنا نعملها كبيرة. خليها بالحجم ده، اعتقد الحجم ده مناسب. طب يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده عملنا المكتب ده. اي نعم، احنا اتهورنا كتير، عملنا دي مكتب 2 3 4 5 6. ده السبب احنا هنعرفه قدام شويه، تمام؟ سبب مهم كمان. احنا اللي خلانا نعمل كده ان احنا معانا المبلغ اللي خلانا نعمل كده. يعني احنا كنا المفروض نبدا بثلاث مكاتب جنبنا او 2 غيرنا يعني، ونبدا واحده واحده، بس احنا معانا مبلغ، خلينا نبدا شركه محترمه. يعني مش احسن حاجه، بس في نفس الوقت بداية حلوة، يعني بداية تكون موفقة لينا ان شاء الله. طيب، عملنا المكتب عموما، عملنا كمان الحمام وعملنا له الحاجات بتاعته. المفروض دلوقتي ان احنا نعمل اللي هي الاوضة اللي هي دي، اوضة الاستراحة زي ما تقول، حاجة شبه كده يعني. معرفتش اسمها حتى الان، بس يعني هي المفروض من الحاجات اللي احنا بنعملها جواها ان هي تكون استراحة، تمام؟ هنعمل المساحة الباقية دي حاجة تانية، فخلينا نوقف المساحة عند الجزء ده كده بس. اوكي، ممكن نعمل لها شباك من هنا مثلا، خليه من هنا، تمام. طيب، في الاستراحة دي المفروض ان احنا نحط الاركيد ده، تمام، عشان لو حد عايز يلعب او اي حاجة. المفروض ان احنا نحط كرسي وتلاجة. اعتقد كده كل حاجة 100 100 متظبطة، تمام. الحاجة المهمة التانية اللي احنا عرفناها وكنا بادئين بيها بداية خاطئة، ان احنا المفروض نهتم بالسعادة بتاعة الموظفين بتوعنا، لان احنا هنعمل موظفين او هنجيب موظفين. فالعلامة الخضراء هنا تعني ان الاوضة دي حلوة جدا، مستوى السعادة فيها عالي، انما هنا ابيض خالص، مفيش هنا شوية، فلازم نظبط الحاجات دي، تمام. فاحنا ندخل هنا مثلا على التواليت، ونختار مثلا اي صور رمزية كده في الحيط بحيث ان هي تزيد من مستوى السعادة. اوكي، يعني اي حاجة كده مش مشكلة، حتى لو صور بس زي ما كده، تمام. ممكن نعلق حاجات هنا برضو، يعني مش هتخسرنا حاجة كتيرة، لان الواحدة ب500. احنا هنا في الديفلوب روم، فالمفروض ان هنا نبدا شغل لينا. طيب، احنا اصلا عايزين نجيب ناس. نروح للجوب ماركت ونختار ناس اللي احنا عايزينها. احنا جيمر ديزاين او جيم ديزاين، فاحنا محتاجين مثلا بروجرامنج. اوكي، هو ده مش احسن حد، بس ممكن ناخده، يعني هو الوحيد اللي هناخده من القسم ده، لان القسم ده كل اللي فيه ضعاف جدا. طبعا كل يوم بتختلف الناس دي. جرافيك ديزاين، اوكي، قليل. ميوزك ساوند، عايزين حد يكون مستواه عالي. ماركتنج سبورت، اوكي، ده حلو. واي كان المبلغ بتاعه، بس محتاجينه. ثواني، نروح لجوب ماركت تاني. اوكي،
بيست سكيل، اوكي هاردوير، جيم تيستنج مثلا، ده حلو، ده هيكون كويس كده. فاضل لنا ثلاثة، فاضل لنا ثلاثة، فاحنا عايزين ناس تكون في المكان بتاعها كويسة. تمام، الهاردوير احنا مشوفناش الساوند، صح؟ لا الساوند ضعيف اصلا. اوكي بروفيشن، اوكي بروفيشن حلو، بس البروفيشن ده محترف في كل حاجة مثلا يعني؟ لا مكتوب عليهم، مكتوب جيم ديزاين، ده جيم ديزاين، ده ريسيرش، ريسيرش، كل ريسيرش. على فكرة في حاجة تانية هقول لكم عليها دلوقتي. اوكي بس سكيل لاست ابليكيشن، اوكي ممكن ناخد ده ونستنى بقى الباقي لما يتحسنوا، يعني لما يتحسنوا. طيب اوكي احنا المفروض دلوقتي نعمل اوضة تانية اللي هي اوضة الريسيرش اللي احنا هنعملها هنا اصلا. تمام، الريسيرش ده بقى فايدته يا شباب في ان احنا نقدر ان احنا نشتغل على الالعاب اللي احنا عايزينها، يعني يدينا افضلية للالعاب ان احنا نختار اللعبة اللي احنا عايزينها. طيب المفروض ان احنا نحط له ادي جهاز اتنين اعتقد كده بس خلاص. تمام، محتاجين ان احنا نوظف ناس من تبع الريسيرش. تمام نروح للريسيرش، في ثلاثة حلوين فناخد الثلاثة دول والباقي بعدين بقى. اوكي ريسيرش هناخد الثلاثة، اي نعم دول كلهم مبالغ كبيرة جدا، يعني احنا دلوقتي صارفين تقريبا 400 ألف، بس معلش معلش كل ده هنعوضه ان شاء الله لما نشتغل على الالعاب بتاعتنا. طيب الريسيرش عايزين نروح للريسيرش وندور على ريسينج والتوبك سبيس ستيشن. تمام، فالجيم جينرك هتكون احنا قلنا ايه؟ ريسينج صح؟ اوكي ريسينج، هو احنا معانا ريسينج اصلا؟ طيب احنا مثلا التوبك، خلينا نبحث عن التوبك كده ونروح للسبيس، نبحث حتى عنها سبيس ستيشن، خلينا كده نعمل لها ريسيرش. بس اصلا اصلا يعني المفروض ان احنا نقدر نبحث عن الريسنج، او ان الريسنج اصلا احنا متعلمينه. ف اوكي خلينا نروح للجينرك تاني، مفيش اعتقد، فخلينا نبحث كده عن الادفنتشر دلوقتي. طيب خلينا نعمل ديفولب جيم بسرعة كده ونشوف اللي عندنا متاح ايه. اوكي الريسنج اصلا متاح عندنا الريسنج، طيب حلو. طيب من ضمن الحاجات بقى الاساسية في اللعبة دي ان انت ما تحاولش ان انت تتخطاها، هتلاقي على موقع ستيم او برنامج ستيم كده الكوميونيتي بتاعه مكتوب فيه الحاجات الاساسية لكل صفة، يعني الصفات الاساسية لكل لعبة. يعني مثلا انت لو عايز تعمل لعبة ريسنج فمكتوب انت تعمل النقاط الايه، يعني ان هي تستهدف مين، النقاط الاساسية بتاعت الجيم بلاي او الجرافيك ديزاين او الحاجات دي كلها. فاحنا كنا مصورينها على التليفون طبعا عشان نشوف الارقام ما ننتهش في وسطها، فخليني كده اطلع الصورة بس ونشوف الحاجات اللي احنا هنستهدفها ايه او اللي احنا هنحطها ايه. طب عموما يا شباب الريسنج المفروض يستهدف الكل، او ان انت يعني ينفع للتشيلدرن، تينيجرز، الايديات، السينيورز او الاول، فخليها اول عامة. تمام، كمان من الصفات التانية خلينا الاول دلوقتي اوكي سبيس ستيشن، تمام لازم تكون كده والا طبعا هتكون مشكلة. اوكي نيم طبعا راندوم احسن حاجة، بس يعني وي سبور لا اوكي مش مشكلة. اي اسم اوكي حاسس ان الاسم اوكي خليها دي، خليها دي تمام مش مشكلة بقى. اوكي دلوقتي انت بتدعم جيل ايه، او اللعبة دي بتدعم جيل ايه، فخلينا نبدأ بده كمرحلة اولى مع ان التاني احسن، بس ده لسبب هقوله لكم قدام يعني لما نوصل للمرحلة بتاعته. احنا طبعا ممكن نشتري محرك ليها، بس هنبدأ من غير محرك ونشوف الفرق لما نشتري محرك او ما نشتريش محرك، هيكون في فرق كبير ولا لا. طبعا هتدعم اللغة الانجليزية والصينية فقط دلوقتي كاول لعبة لينا. طيب النقاط الاساسية ليها هتكون عندك 7 4 8 6، 7 4 8 6 دي هتكون 7 ودي هتكون 20 بالظبط كده. طيب المفروض ندخل بقى على اللي بعدها، والمفروض ان احنا ندعم كل حاجة فيها. تمام وبس كده، اعتقد ان احنا جاهزين ان احنا نطور اللعبة. تمام المفروض ان انت تدخل معاهم على فكرة. تمام هي خلصت، خلصت ب16 باج، فعشان نشيل الباجات دي المفروض ان احنا نعمل كونتينيو عشان ما يبقاش فيها باجات خالص، فخلي كمان اخينا ده يشتغل معاهم عشان نبقى العدد حلو.
ناس كتير شغالة. اوكي خلينا برضو نعمل ريسيرش هنا عن البازل جيم وعن الباقي، لان احنا كده كده قاعدين ومعانا الفلوس فخلينا نعملهم. احنا اوريدي صرفنا. اوكي ويت خلاص خلصنا من غير اخطاء خالص. تمام سيرش بابلشر. اوكي مفيش غير ناشر واحد لينا. ريليشن شيب. اوكي مفيش بينا اي حاجة. سكيل جيم ودي لعبة ريسنج، ف يعني هو مش متخصص في كده، بس ده عموما النشر الوحيد لينا. ربنا يستر بقى. عايزين نشوف التقييم بتاعنا. 32 33% 34%. اهم حاجة ما خدناش تراش. دلوقتي نقدر نعمل الالعاب بتقييمات حلوة. اي نعمل 34% مش احسن حاجة، بس يعني ان شاء الله بعد كده نبقى نحاول ان احنا نطور لعبة حلوة. اللعبة كلفتنا 33,000 دولار. 33,000 دولار. بعنا منها 228 في اول اسبوع، فلسه شغالين كمان بنبيع. ربنا يستر بقى، ربنا يستر. اوكي خلينا نهدي الوقت. فاضل لينا كده ان احنا نديها اسم عشوائي برضو. اوكي ماستر اوف ذا مون. اوكي وندوس اوكي تمام ونسرع الوقت. تمام جدا خلصت ببجات كتير طبعا، فالمفروض ان احنا برضو نعمل كونتينيو عليها عشان نروح من غير بجات. اوكي اللعبة تقييماتها حلوة حتى الان يعني اعتقد، بس البيع مش احسن حاجة فيها. ده احنا بنتكلم عن اللعبة الاولى طبعا. مش احسن حاجة فيها، بس ربنا يستر. عايزين من غير بجات والنبي. اوكي بس خلاص فنش. اوكي نبحث عن ناشر. اوكي اتمنى ان احنا نلاقي بس ريسنج. اوكي الفان بيز ادفنتشر ودي سكيل جيم. اوكي ده احسن ده، بس اقل في الفلوس، بس مازال احسن في التقييم بتاعه. نفس التقييم بتاعنا. لا 35% 36% ابتدينا نتطور عن اللعبة اللي فاتت. فاتمنى ان هو يكون الناشر ده احسن في عملية البيع، لان عمليات البيع يعني مش احسن حاجة. ناقص لنا النص بالظبط، صار 50%. بس ها نمشيها ونحاول ان احنا نطلع يعني بطريقة احسن. اوكي حاسس ان ده احسن. اوكي دلوقتي احنا ممكن نعمل ابديت للجيم اللي احنا نزلناها، هيكون فري طبعا. فدي اول لعبة احنا نزلناها، ممكن نعمل لها تحديث ونعمل فيها نيو كويست فقط لا غير، وضيف لها كل اللغات. اوكي اعتقد دي هتفيد اللعبة جدا وهتفيد عملية البيع. اوكي ابديت تاني للعبة التانية بقى اللي هي ماستر اوف ذا مون. تمام نضيف لها نيو كوست وهيكلفنا 1000. 1000 بس. اوكي مش مشكلة، الالف هيحسن من عملية البيع شوية. دي بقى بص السبيس ستيشن هنا اللون احمر، ده السيرفر بتاعها مش احسن حاجة اعتقد. ف اوكي لا ده بيقول لك ميني. اوكي اعتقد مش السيرفر صح. انا بس اصلا في حاجه خلف الكواليس، او اللعبه كانت مهنجه معايا او حاجه زي كده. كان بيجي لي سيرفر صح، سيرفر روم هنا هتلاقيها بس مقفوله حاليا. سيرفر روم ان احنا نعمل اوضه للسيرفر بتاعنا. تمام فانا قلت اكيد اللعبة ان احنا لينا في السيرفر ده حد معين ما نقدرش نطلع عنه، ولو طلعنا عنه طبعا ما بنقدرش ان احنا ندعم الالعاب بشكل حلو، فعشان كده قلت اكيد الفكرة في كده يعني. بس هو عامة السيرفر روم دي في كده يعني بتتكلم عن كده، فعشان احنا نعرف نتأكد المعلومة دي مستنيين بس ان احنا تبقى متاحة معانا واحنا ان شاء الله هنجربها. اوكي طب هو عموما قال لك ابعد عن العاب البازل جيم، طيب احنا ليه ما نعملش لعبه بدل ريسنج نعمل ادفنتشر، لان احنا معانا الادفنتشر نقدر نعملها. طيب عموما الادفنتشر خلينا نشوف تدعم ايه، العاب ايه بقى. اوكي طبعا ما نقدرش ان احنا نختار حاجه عشوائيه، فالتوبك في الادفنتشر انا مش عارفه ايه هو، لازم هو اللي يقول لي عليه. فاعتقد ان احنا ممكن ناخد حاجه بالشبه، او بص عشان ما ناخدش حاجه بالشبه او بتاع، خلينا نشتغل بالجزء اللي عندنا. ديفولب جيم بي سي ماشي. ادفنتشر اوكي ادفنتشر زي ما هي. سكيل جيم دلوقتي نقدر نروح مع السكيل جيم على فكره كمان. اوكي هو ما قاليش على السكيل جيم حاجه، فبما ان احنا عندنا ناشر بيدعم السكيل جيم او هو مميز بالسكيل جيم، فخلينا كده بايرتس. اوكي يعني مش عارف بايرتس دي تبع السكيل جيم ولا لا اصلا. دارك ماشي خليها دارك.
مشكلة، خلينا ندوس كونتينيو عشان البجات تختفي خالص، مع ان انا عامل من ضمن مميزات العمال بتاعتي ان البجات متكونش موجودة. اوكي بعد ما نوقف دي عايزين نعين واحد كمان في المكتب اللي فاضي ده، لان هو اخر مكتب معانا في الاوضة بتاعتنا دي الجميلة. اعتقد بعد كده ممكن نشتري بيوت ونوسع الشركة بتاعتنا، ممكن نخلي بيت كامل يكون هو اصلا مكان تطوير الالعاب يعني بابليشر. اوكي جانا ناشرين جداد بس باسعار اقل، بس القوة بتاعتهم قوية جدا. ماركت سترينج 60 انت فاهم، بس ب$7. وهنا الفامبس بازل جيم، وهنا بازل جيم برضو هو نفس الناشر تقريبا، يعني نفس الناشر بس في اختلاف، لا الاثنين مختلفين بس بيدعموا نفس الفكرة يعني. بس هل نروح مع الفان بيز بتوعهم السكيل جيم وب$9 بس قوة البيع 15، ولا نروح مع دول؟ اعتقد ان انا هروح مع الفان بيز عشان نجرب ان احنا لما نروح ندي اللعبة لناشر هو بيهتم بالالعاب دي اصلا هيكون في فرق جامد ولا لا. فهروح مع ده للأسف، مع ان القوة بتاعته اضعف بس العقل يقول لك كده. اوكي جدا 54% تقييم، دي حاجة حلوة جدا. نسينا بقى تقييمات الزبالة اللي كانت في الاول دي، كنا بناخد تقييمات سيئة جدا، بس الحمد لله دلوقتي بناخد تقييمات حلوة قوي. اوكي احنا محتاجين تقريبا ان احنا نعمل حمام تاني، لان الحمام مش بيكفي كل عمال، محتاجين نعمل حمام تاني على فكرة. يبقى احنا محتاجين نشتري مكان تاني اصلا. اوكي اوه ماي جاد، انتوا شايفين في 3 اسابيع بعنا ب$33,000. دي فايدة ان انت تبيع لنفس الناشر اللي بيهتم بالتفاصيل بتاعتك. احنا كده ابتدينا نكسب او بنكسب عامة. طيب لا بسرعة نعمل واحدة تانية سكيل جيم على طول يا باشا. سكيل جيم وممكن نعمل ادفنتشر، عندنا ناشر ادفنتشر اوريدي. اوكي سبيس ستيشن مش هينفع، وبيرت مش هينفع. اوكي ممكن ناخد دي توبك دي، ممكن ناخد اسم. اوكي لايف حلو جدا، اسم لايف عميق جدا لابعد الحدود. اوكي خليها تدعم كل حاجة. اوكي ادفنتشر، خلينا نروح على تقييمات ادفنتشر او الخصائص بتاعت ادفنتشر اللي المفروض نعملها. الحلقة دي هتكون طويلة شوية شباب، بس بجد حلقة ممتعة، انا عن نفسي مستمتع جدا، اتمنى ان انتوا كمان تكونوا مستمتعين. يعني اعتقد ان اللعبة دي هتكون مميزة لينا جدا، فبسم الله يلا انطلقنا. اهم حاجة ناخد تقييمات حلوة، بس يا رب ناخد تقييمات حلوة يعني اقل من اللعبة اللي فاتت شوية، بس مش قليلة خالص يعني. الى حد ما حلوة. اوكي ممكن نعمل ابديت على فكرة للعبة اللي فاتت، ابديت بسرعة للعبة الاولى اللي هي دي. ممكن يكون برضو من ضمن التقييمات اللي مش حلوة. اوكي مش هعرف اللعبة بتاعتي اصلا لو خدت جائزة. دي التقييمات بتاعت الجوائز. اوكي خلف الكواليس اشتركت في المسابقة دي، خدت جائزة المرحاض الذهبية تقريبا، على شكل مرحاض كده، فادوهالي اسوأ لعبة في السنة. بس دلوقتي احنا مش احسن لعبة بس مش اسوأ لعبة، يعني احنا في الوسط كده. اوكي ام اوكي وزات، ما عنديش اي مشكلة في الموضوع ده. اللعبة دي على فكرة احسن لعبة لينا، $102,000. انت متخيل يا مان؟ اللعبة دي برضو مش احسن حاجة، بس اعتقد ان احنا مش هنخسر فيها برضو يعني، اتمنى. طيب دي باقي الخصائص الشباب، خلينا نفعل دول خلاص كده. اوكي ما ادناهاش اسم طبعا. اوكي يعني بص، هو كده الاسم مش ذا اهمية كبيرة يعني، الاسم بيفرقش في حاجة كتير. اوكي دخلنا في تقييم عالي جدا للعبة، انت متخيل. اصبر بس نعمل دي ونروح نشوف اللعبة تقيمتها هتوصل لنا دلوقتي عموما. اوكي في حاجات اتضافت جديد او بقت متاحة يعني، او احنا وصلنا لحاجة حلوة. اوكي يا رب نلاقي السكيل جيم. اوكي لقيناه سكيل جيم اهو، وبرضو جم عدول تاني. معرفش نروح مع السكيل جيم تاني، لان احنا برضو الريليشن شيب بيننا وبينه بقت حلوه، ولا نروح مع دول بتمن اقل بس بقوه بيع اكبر. طيب دلوقتي ايه المطلوب مننا بقى؟ 126,000. لا انا مش عايز دي تخلص خالص. 160,000
لا لا بجد، ودي كمان لا دي هتروح في حتة ابعد، دي هتروح في حتة ابعد. شارتد تقريبا، شارتد جامدة جدا جامدة جدا. انا حاليا اعتقد ان انا اقول يعني وصلت لمرحلة ان انا اكون مطور جامد، يعني المسابقة الجاية اعتقد هيكون لينا فيها نصيب في المركز، على الاقل هناخد مركز ايا كان المركز الكام بقى، بس هناخد مركز فيها اي سينك. يعني عايزين ندور على بيوت، احنا نقدر نشتري بيوت على فكرة، نقدر نشتري بيوت. ده بكام؟ 5 مليون طبعا مستحيل جدا. عايزين واحد بمليون، اوكي مليون تلتمية، مليون تلتمية يعني لما يكون معانا 4 مليون ممكن نقدر نشتريك. غير كده شكليات صح؟ اعتقد صح. انتوا متخيلين شارتد وصلت 99,000 دولار، 107,000 دولار. باشا اعمل لي ابديت كده على شارتد، اعمل لي ابديت على شارتد، انا عايز اعمل لها ابديت. اوكي نيو كويست، نيو كويست اوكي. مفيش اصلا، مفيش بجات عشان نشيلها. اوكي نيو افكت ساوند، نيو جيم مود، يعني امبروف كنترولر. اوكي اعمل لي كل الحاجات الحلوه دي لو لحقنا ان احنا نعمل على دارك. اوكي اعمل لي ابديت على دارك يا ولد، يا ولد اعمل لي ابديت على دارك والنبي. ضيف لي فيها نيو كويست، نيو افكت، امبروف، امبروف، واشتغل يا باشا. هنعمل لعبه سكيل جيم بمحرك ونشوف بقى الحاجات الجديده اللي ممكن تفيدنا او ممكن يكون ما فيهاش اي فرق عادي. تمام طيب زي ما قلنا 5-2، 5-2، 8-5 تمام، ودي 2-3-8-7 لا 7 بس، 7 بس يا حبيبي. طيب 7-1-7 طيب، ودي هتكون 40-10-10-40 يعني غالبا الواحد قرب يحفظهم. طيب ودي هنفعل دول وشكرا يا مصر ويلا بينا. طبعا عايزين بعد كده نحاول ان احنا ننتج العاب لمنصات تانية غير المنصة اللي احنا فيها دي، لان احنا بنعملها المنصة واحدة ودي حاجة مش حلوة طبعا. 174,000 عملية بيع، اوكي كونتينيو، اوكي 208,000 دولار بيع. انت بتخزر صح؟ 186، 220، لا انا مش عارف اقول ايه الصراحة، مش عارف اقول ايه. اللعبة دي بجد يعني احنا بس قبضنا الناس عشان كده نزلت الفلوس. بس تبص 231 وشغال، يعني حتى لو وقفت كده احنا مش خسرانين حاجة. اوكي ويت 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 ويت، لازم ناخد بالنا دي ما بيقفوش غير لما احنا نوقفهم اصلا. تمام اوكي، برضو هنروح مع السكيل جيم، فان بيز سكيل جيم برضو. اوكي المرة دي بقى احنا جايبين لكم محرك على اللعبة، تقييم عالي والنبي 65، تقدر توصل 65. ماشي ماشي ماشي، حلو حلو جدا، حلو جدا كمان. اوكي كام؟ 650 فانز، قليلين جدا. اوكي فين البحث، فين البحث عشان نعمل على اللي هي السيرت دي. هو ايه الصوت ده، ايه الصوت ده يا حبيبي؟ اوكي توبك بسرعة، توبك خلينا نعمل كده اهو. اوكي عملنا اللعبة، عملنا اللعبة. شارتد احسن لعبة عندي حتى الان، شارتد. اوكي لا لا بسحب كلامي، بسحب كلامي. غالبا اللعبة اللي هي تريبل معرفش ايه دي هتكون حلوة برضه، هتكون حلوة شكلها كده، رايح في حتة اصلا كويسة جدا يعني حتى الان. 91,000 دولار، 104، ولسه طبعا العد مستمر، العد مازال مستمر. احنا عايزين شقة ضروري جدا، عايزين شقة تانية ضروري جدا او مكان تاني، منوقفش خالص بحيث ان احنا نحاول ان احنا نجيب فلوس كتير. بس طبعا كل ده وبيخلي وقت الحلقة يطول، فاعتقد ان احنا لازم نوقف الحلقة عند الجزء ده. بس انا مش عايز اوقفه عند الجزء ده، شرطة خلصت خلاص، كسبنا فيها 297 قول 300,000 دولار، 300,000 دولار من لعبة واحدة. تمام خلينا بس نوقف عشان اكمل لكم الكلام. احنا مش هينفع نعمل العاب تانية دلوقتي مستنيين تقييم المسابقة،
تقييم المسابقة يجي بس وهنختم الحلقة. بس يعني لو الحلقة طولت يعني معلش استحملونا، بس بجد حلقة ممتعة جدا. ابتدينا ان احنا نشتغل صح، وابتدينا ان احنا نجيب تقييمات صح، وابتدينا ان احنا نلعب على حتة الترند صح، وابتدينا ان احنا بقى دي كده نكون فلوس. يعني ان شاء الله المدينة دي كلها ممكن تكون بتاعتنا في يوم من الايام. يعني بص قد ايه المساحة، يعني بص المساحة قد ايه، كل ده احنا ممكن نشتريه في الحلقات الجاية. الحلقات الجاية حرفيا احنا ممكن نشتري كل المساحات دي. فان شاء الله يعني البيت ده هنشتريه الحلقة الجاية، ممكن الحلقة الجاية ممكن هنشتري البيت ده. فيعني معلش لو الحلقة طويلة، لان ده عشان احنا بدأنا بداية جديدة خالص ومختلفة خالص، فحاولوا ان انتوا يعني ايه تسمعوها للاخر. على فكرة شباب البلاتفورم هنا اتغيرت، البلاتفورم هنا اتغيرت ما اعرفش ليه، لوحدها لغالي البلاتفورم القديمه اللي انا كنت شغال عليها وجاب لي بلاتفورم جديده. ما اعرفش بقى اذا كانت هتخدمنا دي ولا هتعبنا، لان في حاجات المفروض ان احنا ندعمها حتى الان ما اتفتحتش معانا، فمش عارف هتخدمني ولا لا. ربنا يستر بقى وما تعصلكش معانا، لاني مش فاكر حتى البلاتفورم التانية كان اسمها ايه، انا كنت واخدها بالشكل بس. جرب ممكن نخسر، ممكن نخسر في الموضوع ده وممكن نكسب كتير، يعني ده وارد وده وارد. فكتجربة جديدة، يعني كتجربة جديدة ممكن تكون حاجة حلوة لينا. هروح مع ده مع فرق الفلوس، حاسس ان هو ما كانش فيه فرق جامد. ربنا يستر من التقييم، لان دي منصة جديدة مش مشكلة، انا راضي لو منصة جديدة وخدنا فيها التقييم ده فانا راضي جدا، راضي جدا كمان. اوكي الاعلان بتاع المسابقة، خدناش اي حاجة. اوكي مش مشكلة، اشتركنا في المسابقة مرتين ما فزناش باي حاجة، بس ما خدناش اسوأ لعبة، فدي حاجة حلوة. طب يا شباب ده كان كل معانا حلقة النهاردة، اتمنى الحلقة تكون عجبتكم. اتمنى كمان ان اي حد وصل للجزء ده ولسه مش مشترك في القناة ينزل ويشترك في القناة، دوس زر اللايك، اكتب كومنت يشجعنا او يقول اي نصيحة هو عارفها عن اللعبة دي، لان فعلا لسه برضو بحاول ان ادرس اللعبة شوية، لاني برضو في حاجات اكيد ما اعرفهاش او في خبايا لسه ما نعرفهاش، بس هنعرفها مع مرور الوقت. اتمنى اشوف اشوفكم على خير في الحلقات الجايه، ومع السلامه.